السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوة الكرام إلى حلقة جديدة ودرس جديد. ولكن قبل ما بلش بالدرس أو قبل ما بلش بالحلقة أفكر أغلق القناة على الأخير، والسبب لذلك أخوة الكرام عدم الدعم اللي كان قبل على قناة فن تربية الطيور. فيديو عم نزلكم إياه، عم بتعب عليه، عم جمع المعلومات، وآخر شيء بلاقي عليه 600 متابعة من أصل 60,000 متابع عندي في القناة. فبتمنى منكم أخوة الكرام تساعدوني بعملية نشر القناة، بعملية رفع الفيديوهات. هذا الشيء بيعتمد عليك أنت كمتابع. أنا كمقدم محتوى ما بقصر، ولكن أنت كمتابع حقيقة مع احترامي لك احترامي الشديد لازم تدعمني ولازم تقوم بعملية مشاركة الفيديوهات هاي. طبعا هاي الفيديوهات أخي الكريم ما فيها أي ضرر، بالعكس تكمن فيها جميع الفوائد للطيور، أسس تربية، علاج، أو أي نوع من أنواع المشاكل اللي عم تصادفك أنت كمربي، عم بقدم لك الحل بإذن الله تعالى، وعم بشوف التعليقات الحمد لله رب العالمين كثير ناس عم تستفيد. فبطلب منك أخي الكريم متابع لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، دعمنا بزر اللايك ومشاركة هذا الفيديو كي تعمل فائدة على الجميع. على بركة الله رح بلش معكم. موضوع حلقتنا اليوم عن استحمام الطيور والطريقة الصحيحة لاستحمامها. وفي عنا مشاكل بتصير انه الطيور بعضها ما بتستحم على الاطلاق، كيف انت كمربي لازم تتدخل؟ طبعا هذا الحكي بينطبق لطيور الباجي ولطيور الكناري ولطيور الروز ولجميع انواع الطيور. كيف انا بخلي طائري يستحم او كيف انا بساعد الطيور على عمليه الاستحمام؟ طبعا مثل ما انتم ملاحظين في عنا شيء اسمه حوض الاستحمام مثل هذا الموجود، وبنضيف عليه نحن ماده الحلبه. نقوم بنقع الحلبه مثل ما انتم ملاحظين، هي الحلبه، نقوم بنقع الحلبة في الماء لمدة 12 ساعة ونقوم بوضعها للطائر لكي يستحم بها. طيب إذا الطائر ما استحم شو لازم أتصرف؟ طبعا أنت كمربي لازم تراقب طائرك أقل شيء مدة ساعة كاملة، بتحط له ماء الاستحمام وبتنطره ساعة كاملة. إذا شفته استحم خلاص ما في داعي تتدخل، أما إذا ما شفته استحم شو لازم تتصرف؟ وهي الحلقة مخصصة بهالموضوع هذا. أولاً إذا شفنا الطائر ما استحم، كثير شفت أنا من المربين عنده مثل هاي البخاخة، وبيقوم بعملية بخ الطائر وهو موجود في القفص، بخ الطيور وهي موجودة في القفص، وهذا الأمر غلط كبير، وراح أحكي لكم على السبب. الطريقة الصحيحة على الشكل التالي. نقوم بمسك الطائر، طبعا هذا الطيور انا حطيت لها ما استحمت، نقوم مسك الطائر بهذا الشكل مثل ما انتم ملاحظين، بهذا الشكل نقوم بمسك الطائر، ثم نقوم، طبعا هاي البخاخة محضرة موجود فيها خل التفاح وموجود فيها الحلبة، نقوم ببخ الطائر بهذا الشكل، بحيث ما نصيب المنقار والعينين والرأس. بس صبت العينين والمنقار والرأس فأنت هون سويت للطائر مشكلة، مثل ما كنتم شايفين هيك الطائر بيكون استحم بطريقة صحيحة، بهالشكل هذا، الوجه والمنقار ما لازم تقرب عليه ولا تصيبه. طيب ليش المنقار نحن ما منقرب عليه والوجه ما منقرب عليه؟ السبب لهالموضوع هذا أخي المتابع، إذا إجت الماء أو رزاز الماء إجا على وجه الطائر بشكل مباشر، إن كان على العينين وإن كان على فتحات الأنف، راح يسبب للطائر نوع من الزكام أو راح يسبب للطائر نوع من الالتهابات التنفسية، وهذا الأمر غلط. الأمر الآخر، لا نقوم بوضع الطائر في أشعة الشمس بشكل مباشر ونقدم له ماء الاستحمام مثل ما كنتم شايفين بمكان تصله ضوء الشمس، وليس أشعة الشمس تكون بشكل مباشر على الطائر، لأن هذا الأمر أيضا راح يسبب للطائر مشاكل، ومن ضمنها هاي المشاكل أمراض أيضا بالجهاز التنفسي. أيضا الماء المحطوط، إذا شفنا الطائر استحم، عم يستحم لحاله بدون ما تدخلت أنت كمربي، لازم ما يضل عند الطائر أكثر من ساعة، إذا ظل أكثر من ساعة عند الطائر راح تسبب للطائر أيضا مشاكل، ربما الطائر يشرب منها، وإذا شرب الطائر منها راح يسبب له أيضا مشاكل معوية، لأن هذا الماء بما أنه الطائر تحمم فيه أكيد راح يكون نقل جميع الأوساخ الموجودة في داخل الماء، وهذا الأمر راح ينعكس سلبا على الطائر وراح يموت.
هلا بتقولوا لي ابو النصر انت عم تقدم بس عم تعمل هالطريقه هاي بس تطير الباجي للكناري كيف للكناري تعال افرجيك على الكناري بالنسبه للكناري راح اطلع لكم ذكر بسم الله الرحمن طبعا حاول قدر الامكان انك ما تمسك الذكر من ديله متى ما مسكت الذكر من ديله نتفت الديل راح عليك موسم الانتاج مباشره راح عليك موسم الانتاج طبعا هاي عندي طائر كناري مثل ما كنتم شايفين قدمت له ماء الاستحمام وما استحم هلا بدي حمم الطير مثل ما حكينا ايدك بتمسكه بهالشكل هذا ايدك بدها تصير هون راسه بده يصير هون بحيث ما يجي ماء وبهذا الشكل بتبخع الطائر بهذا الشكل بتبخ على الطائر بحيث تبلل الريش كامل تبلل الريش كامل فالطريقة هاي أنا بكون حممت طائري بطريقة صحيحة وبدون ما أسبب له أي مشكلة بالجهاز التنفسي تبعه أو أني موت الطير بدون قصد مثل ما ذكرنا راح أعطيكم إياها بشكل بسيط المواد اللي تضع بماء الاستحمام نقوم بوضع الحلبة معلقة صغيرة من الحلبة داخل هذا اللتر أو معلقتين ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن نقوم بوضع الحلبة الله أكبر الكل صلى على سيدنا محمد الصاب وشيء ذكر بدي بطل اطلع للقناة شباب لحتى نضع ماء في الحلبة أو نضع الحلبة الماء نضع به معلقتين من الحلبة إضافة إلى ذلك نقوم بوضع مع الحلبة لهي اللتر نقوم بوضع معلقتين كبيرتين من خل التفاح الطبيعي ونقوم بوضع هذا الطائر حتى يستحم مثل ما كنتم شايفين بعد ما تحمم الطير بلش يغري لهذا القدر نكتفي معكم بهذا الفيديو واليوم في عنا بس مباشر بإذن الله تعالى في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة بالإضافة إلى ذلك إخوة الكرام في بعض النقاط والملاحظات اللي أنا عم شوفها كثير من الناس أو كثير من أصحاب قنوات اليوتيوب مع احترامي لألون عم تأخذ المحتوى وعم تنزله على صفحته أخي الكريم لما بدك تنزل شيء سكور صاحب اللي علمك تمام؟ هلا مثل أنا بحكي عن خالد جويد بحكي عن العربي راخيص بحكي عن رائد العبودي الأردني بحكي عن جميع الأشخاص اللي لهم دور فعال في عملية التربية وتوعية المربي وطريقة الإنتاج الصحيحة اللي علمونا إياها هذا الشيء مو غلط بالعكس أنا هيك بكون أعطيتهم دافع ومحفز لحتى يستمروا في العطاء لما بتذكر اسم المربي أو بتذكر اسم الشخص اللي علمك معلومة ولو كانت صغيرة هذا الأمر مو غلط هذا الأمر مو غلط بالعكس أنت بكون هيك أعطيتنا أو أعطيت صاحب القناة أو أعطيت صاحب الفكرة معلومة أنك أنت بتحب هالشخص هذا أو عم تقدم له شيء أو قدم شيء مفيد للمجتمع لهذا القدر نكتفي معكم بهذا الفيديو بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أبو النصر